عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من جديد في قناة تميم تميم. اليوم عندنا فيديو جديد واللي هو ماب، بعض الناس يسمونه ماب الراس. طبعا هذا ماب الراس انه في راسات كبيرة اذا مسكتك تموت. بنحاول يعني هي سلسلة، بحاول اخليها سلسلة لانه اذا خرجت من الماب يعني يطلعك. شوف هذا الراس يلحقني، اذا لمسته لمسة واحدة اموت، بس لمسة واحدة. طبعا اتوقع انه ما يقدر ينط. طبعا الحين هنا ما يعني ما يقدر الراس انه ينط. هنا في امان انا، اعرف الطريق لاني ما هي باول مره العب الماب. بس هذا الراس انا دائما اعديه، في راس هنا بعد دائما اعديه. انا قمت لا تمسكني والله لا اذبحك. لا هم رجعني، انا حلفت بالله. والله يمكن كم مرحله. بسم الله نعدي الأول على خير. عدينا الأول على خير وسلام. الثاني، ثلاثة. لا يا رب، لا يا رب. شوف الحين عندنا بذا الماب، ما أدري كم ماب في، أتوقع منه نسختين، نسخة أولى ونسخة ثانية. هذه النسخة الأولى. يلا الحين نكمل. الحمد لله اللي هنا راح. لا تقولي هنا، ابعد 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 يا رب. الحمد لله في بنت سبها راس. الحمد لله يا رب. الحين ما في راس هنا، الحمد لله ما في راس، ما راح يمسكنا راس. أعرف الطريقة بنت، تبين تلحقيني؟ من هنا يا بنت، من هنا الطريق. والله نسيت، من هنا عشان نروح المرحلة الثانية. المرحلة الثانية. بسم الله، ننط ننط ننط. الراسات بتروح علي 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 علي، والله ما خليك. الحمد لله. الحين ماب اثنين، ماب اثنين. يلا بسم الله. نفس الفكرة، إذا جاك الراس تموت. نفس الفكرة، نفسها بالضبط. الحين يلا نكمل. شوي بوقف لكم، بروح المرحلة اللي يعني بأخذ التشيك بوينت وارجع لكم. السلام عليكم، رجعنا لكم. يلا نكمل الحين. لا مت، الحين برجع لي من بداية ذي المرحلة. من هنا لازم أنا أكون كذا مطرف طرف 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 طرف. الله لا مت مت. يا رب يا رب يا رب يا رب. دي سلسلة جدا صعبة، جدا ايش صعبة. بعض الاحيان اموت، بعض الاحيان اموت من الطريق لاني ما اعرفه. يعني لا لا لا، اطلع اطلع اطلع، لا تتورط مع الثلاث راسات لي. قولي الحمد لله. شوي 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 شوي. لا لا لا، ما في طريق الا ذا الراس. ياي، لفل ثلاثة، لفل ثلاثة، الحمد لله. لا ما اعرف المكان، بس يلا نحاول نعدي من هنا ولا من هنا. يلا راسين فوق بعض ان شاء الله.
لا مو راح تمسكوني، تحسبون تمسكوني، والله ما اخليكم تمسكوني. انا تمسكوني، والله ما اخليكم تمسكوني، انا ما راح تمسكوني ابدا. بسرعة الحمد لله ما يمديهم يتحركون من هنا، ما ادري ليه. ذا لحقني، ذا لحقني، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، اجي من هنا ننط. الحمد لله نجيت، بس وين الطريق؟ لا مو مع الراس، 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 لا يا 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 ذبحني. لا نعيد من هنا، راح نط نط نط، لازم حلقني. وانت وش تبغى؟ وش تبغى؟ والله ما خليك تمسكني، والله ما خليك. يلا ما في تشيك بوينت من هنا ابدا ابدا. يلا نكمل. بوينت هني، يلا نكمل من هالطريق. في راس، انتبه في راس ثاني هنا، انتبه هنا اديت الراسات ذولي. تشيك بوينت الحين، يلا نكمل على اللي بعده، المرحلة الصعبة جدا جدا، دي أصعب مرحلة أتوقع، ليفل 4. يلا نكمل مع بعض. قولي وش ذا الراس الضخم، أضخم راس في الماب كله. نرجع فوق، يلا لازم نرجع فوق، نرجع في السلم، روح السلم اللي بعده، نلقى تشيك بوينت. هذه متاهة، لا والله ما شفت، والله ما شفتك. بلحق ذي البنت، يمكن تعرف الطريق، انا والله عندي نسيته. لا يا الله، لا لا لا، مت مت مرة ثانية، مت 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 مت، بس بس وظيفتي مت مت. شوى شوى في راس، طيب من هنا ما في راس، من هنا من هنا. وش ذا الطريق مسدود؟ وش ذا الطريق؟ إذا مسدود ليه حاطني هنا؟ ما أدري، بس خلنا نطلع من ذا الطريق. نروح هنا إن شاء الله نلقى الباب أخيرا، هذا هو الباب. تشيك بوينت كمل. لا الله المستعان عليكم، بس خسرت. الحين يلا نكمل، الحمد لله وصلنا. عرفت ذي المتاهة اللي فيها راسات كثيرة، ما أعرف الطريق، ما أعرف الطريق، فما أعرفه. ليفل 5، اسمعوني في البداية أتوقع في كذا، ما أدري شو اسمه كذا، أبواب، أبواب عليها مرقمة، مرقمة ليه؟ مرقمة عشانها، دقيقة بس خلنا أعديها، مرقمة عشان يوديك المرحلة اللي أنت فيها، ما راح يرسبنك من المرحلة اللي أنت كنت فيها، لا ما راح يرسبنك. بجي بجي بجي، ايه من هنا من هنا،
في الطريق هنا، بس شلون ادخل من هنا؟ من هنا. ايوه، دقيقة، لا مو من هنا الطريق، مفروض اروح ذاك الدرج، بس مش شلون ما ادري. بس خلنا ندخل بالمتاهة. تكفى يا رب، تكفى يا رب. طين المكان انا سيدي، تكفى يا رب. وين الطريق يا رب؟ يا رب الطريق، بس يا رب. ايه، من هنا، من ما اشوف. لا لا لا، من هنا وانا ما اشوف. ايه يا رب، بدنا نكمل. راس، الحمد لله عديته. اتوقع الطريق كذا. لا مسدود. اجل انتبه من ذا. من هنا مفتوح؟ لا مسدود. يلا عديت ذا الراس، يطلع مسدود. يا اخي وشلون رايحين هم هنا؟ انا لا، ما اقدر، لاني هذه متاهة صعبة، ما ادري شلون يعدونها، بس امري لله. يا الله، وين الطريق؟ رحت من هنا ما في شيء، رحت من هنا ما في شيء. خلاص كله للطريق وبس. فين الباب؟ لا، ذبحنا الراس بعد كل ذا التعب. دقيقة، خل أموت نفسي، بعرف الطريق فين. دقيقة، خل أدور لي راس، أقرب راس لي. وين الراس؟ وين الراس؟ راس، أبي راس، أنا بس أبي راس، بس راس. الحمد لله راس. دقيقة، أبي أشوف من هنا فين الطريق. أروح من هنا، أروح كذا. في من هنا طريق، بعدين بعد ذا الطريق روح كذا وكذا وكذا وكذا، بعدين بعد ذا الطريق روح هنا. بس السلم هناك، يعني كذا أطلع من هنا روح هناك. ألف ألف، ما في طريق. أروح قدامه بس مسدود. شلون؟ أمر لله. بنزل واستكشف المتاهة الغامضة هذه. متاهة جدا غامضة. اشوى يا رب. ما يمدينا الحين اصلا، الطريق هنا مسدود. حتى ولو رحت ما راح استفيد. يا اخي يا رب، انا الطريق ما اشوف من هنا. اوكي، ماشيين على خير. يا رب، من هنا. لا يا رب، يا الله يا أخي، وين الطريق يا أخي؟ يا رب تكفى يا رب. فين الطريق يا أخي؟ نختم الحلقة أحسن ولا لا؟ اسمعوني، نختم الحلقة الجاية نكمل، بس خنشوف إذا المدخل كان موجود هنا ما راح أوقف الحلقة، راح أكملها. دخلتني يا الراس المدخل اللي تبغى. خلاص، وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة. احنا ما بكم؟
دقيقة، هذا ماب 1، ماب 4، احنا بماب 5. لا ما ادري وين وصلنا، لكن راح نشوف الحلقة الجاية، ومع السلامة، باي.